صباح الخير العائلة، صباح الرباح، صباح التيسير. كي دايرين؟ اموركم كل شي بخير؟ شاودو يلا كيفقص. بقى ما جمعتش الفريش ديال بقى ما جمعت الفريش لا والو. يلا نوض نجمع الفريش. ودها مشات سبقتني جري الكوزينه، انا عند دار اختي مشات تجري سبقتني الكوزينه هي وبنت اختي، كيقول لي حطي لينا كونفليكس والحليب. ايوا عاد بغا نمشي نقاد ليهم الفطور ونجيب باش نبدا نجمع ان شاء الله. هنايا باغي ان شاء الله، ان شاء الله لا كتاب. انا كنقول الا ملا ديني الصالون، يلا ديني الصالون. كاين واحد الصالون زوين في دبي باغا نمشي ليه ان شاء الله. شويه نحيد شويه اللون شعري واحد شويه ماشي بزاف. المهم ما دابا قضاويه حتى نمشي للصالون ان شاء الله ونبدل اللون ونقول لكم اللون. باغا نديرو بحال شهب واحد شويه، ماشي غير واحد شويه. المهم واش دا اللون باغا نديوه حيت واحد الصالون في دبي بالي كيخرجوا الالوان زوينه، حيت قليل هنا اللي تدي لي شي لون تقول لي هذا اللون خرج لي بحالو. صدق مخرج لك لون اخر كتندمي كاع كتعاودي مصابغه كاع. المهم بغيت نمشي صالون في دبي بانوا لي كيخرجوا اللون زوينا، قلت الصالون دي لي اللون اللي باغا ونقول لهم صبغوا لي بحالو. المهم هذا الشيء البروغرام ديال اليوم، قلت غنمشي للصالون ان شاء الله. ذهب زوين ها عجبك؟ وهنا رجعت البيت نجمعو، البيت اللي كنت نعزى فيه انا ولا هما وبنتي وبنت اختي. قلت نجمع بعد نمشي نفطر، ما كتجينيش نفطر والبيت هكا مرون. المهم جمعت غير المانطات وغنجيب دابا الشطاب غنشطب. شوفوا الصالون وداك الشيء ما غاديش نجمع مع اختي والو، ما شاء الله عندها المساعده، راسها بحال المساعده كتقاد كل شيء. داك الشيء فايقه قبل منا ما شاء الله كل شيء مقاد. يعني عندي غير هذا البيت كما كتعرف الواحد حشومه يخرج يقضي غرضه برا ويجلس يفطر وبلاصتو مرونه كتجي حشومه. المهم هنايا صافي راه زربت عليه كملتو جمعت البيت يعني طميتو كما كيقولوا. نبغى نمشي ان شاء الله باش نفطر. يلا غنجلس نفطر. بسم الله. هذا هو الفطير كما كتشوفوا، هنا خبيز للدار، هذا مسمن معمر، اتاي دابا الزيت العود والزيتون والبيض مسلوق. انا ما قداش كاع على هذا الشيء، نشرب كاس اتاي وندوق من هذا المسمن معمر بالكفته من الداخل. عطيتهم يفطروا وبقاو كيغاوتوني البكا طبي اكل ماتي معاها جوجو تندز من هو شي عرض شي عرض كاين بدربع السيل ولا علاش دابا اش اش غير قول لي دراري ها عادي هادشي جاري بالعمل. حاطه السيلو ديالي حاطه الالوان الاحمر اللي انا باغي القلم باغي الكرسي الخضر عادي جدا. خصنا الفاترون ندير راسنا ما سمعناش. زوين مسمن صوب اختي مريم واعر الصراحه بالكفته كبسه والفلفله من الداخل. شوف الشحمه يجي نفسه دزت مباشره لبست حويجاتي باقي ما درت والو لوجهي، وجهي ما فيه لا مكياج لا والو. ما نقدر غير شويه ما كنديرش مكياج بزاف راه العكير وفراج وداك الشيء هانت بس هذا ديال السراول قلت شي داك الشيء. عملت المكياج ديالي عندي اختي المكياج بغيت نوريكم غير داك الحجبان اللي كنديرو. شحال من مره كيقول لي شحال من مره البنات كيقول لي باش كطراسي حجبانك ها باش كنطراسي حجباني. شوف في جوج لوان بحال العجينه كيجي زوين. المهم كاين هذا اللون الفاتح وكاين هذا الماغو وكاين الكحل. انا ما خديتش الكحل هذا من ماكس فاكتور زوين. وكندير القلم ديالو باش كنحدد انا غنقادم دابا غتشوفوا كيفاش غيجيوني. هذا هو القلم ديالو شو هذا باش كت مشط الحجبان. المهم انا نقادم دابا وغنوريكم كيفاش قاديته. هاد المرايا فيها جهه كتكبر وجهه كتصغر باش كنشوف الحاجب. بس يا
بالله وشو انتو كنحط ندير خطيط. المهم كما كتشوفه درت واحد شويه خفيف خفيف ظريف، كيبانش كاع معيق مع هو لونه فاتح، كيبانش كاع معيق. صافي هذا هو المكياج. هاتي انتو البيت كنبان منور. المهم حنا يلا خرجنا. هاي الشميشه قاصحه، ديك الشميشه كتعرفوها ديال اللي كتطلع الصباح كتكون قاصحه. هاي لهوما سلام بنات اختي تاعك دوري الكاميرا كتفاجئيني. ماشي مشكله سلم السلام. كي دايره البنات؟ كلشي بخير، كلشي هواداك، كلشي مزيان الحمد لله. ايوا فين غادي اليوم؟ زيد اختي فين غادي؟ زيد اختي غادي للصالون دبي. دبي غادي لدبي. دبي انا لا اللوك اللوك في دبي. قالت لي اختي لهوما هو بدليه هنا في الشارقه ولا عجم الملك اللي لدبي. قلت لها اختي خاف يخرجوا لي شي عجبه. أين البطاقة؟ سيري الطابق جوج واقيلا، أنا نشوف الطابق جوج، الصالون كاين في الطابق جوج. يا أختي عليك سيوا، يا أختي الزاز، أنت على الزاز، أختي ولينا نسحاب الهاي كلاس، هاي كلاس. أختي كيقول لك علاش كنتي تزيد الصاك كبير، وهاد الصاك كيدير فيه حوايج الذهب، كندير فيه الحكي الكوش، الكوش كلشي داكشي ديال الذهب. أنا كيدير وقيلا هنايا المساج، يا أختي الراحة النفسية. الصالون وقيلا كاين هنا، شوفي قلبو. حيت حنا أول مرة غنجيو ليه، أنا شفت غير الإعلان ديالو الصراحة. هاد المسبح. هادشي شوفي فين كتجلس تجمي. المهم جالسة هنا نتسنى، صبغوا لي واحد الزغبة، بغاو يديرو تجربة قريبة تشوفو شعرك واش غيتحمل اللون ولا ميتحملش، وأنا جالسة كنتسنى. بعهوبة ديري واحد القلب، ديري قلب، ديري قلب وفوزي. موسى مقلقة، كانت مقلقة مع الطوموبيل والطريق، مقلقة الولد الصغار كيتقلقوا. إوا جات هنا شوية طلقت لها مرة ديالها، قالت لي اليوم غتشديني معاك، عندها واحد ما شاء الله باغا توصل البريد المخاوير ديال الناس، إوا جبتها من الخدمة، قالت لي غنمشيو غنسالي ونمشي نعاونك باش كتجمع الكوليات من الناس. كنجمعت سمعت كان احتياجاتكم جديد وباغا تدخل لكم واحد الزيوفه كي دايرين. وي 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 ديال التكيش طاح داكشي الفريع الفريع. المهم تسناو الجديد عندها، كتعرفوا الانستغرام ديالها. المهم نخلي لكم نخلي لكم الانستغرام في اول تعليق، ونخلي لكم في صندوق الوصف. دخلوا عند لهما وشوفوا الفريع ديال الزيوفه ما شاء الله اللي غتجيب. ورات لي الشال انا ديال الحضور الشيء اللي كتبغيو اللي كتلبس مع التكاتك. ايوا اختي لهما باش هي مستمره بالجديد، الكليان ديالها كيبغي الجديد. هذاك الشيء الاني هذاك الشيء الطب. دابا دازت 5 دقائق تغسلها ليا وتشوفي شعري واش غيتحمل الصباغه ولا لا. اختي سالي التصاوير ديال الشعر، ندير واحد شويه طوموش. هانتو اختي اللوك الجديد. هانتو دابا انا كنجيه حاطه ببالي ندير لوينات ليميش ليميش لشعري شويه من الفوق. قلت لي دير ليا دار لي تجربه على شعري لواحد الزغبه وهي تبدات كتجبد، قال لي لا غاديش ندير لك ليميش حيت تخرج على شعرك وانت يلا دايره البروتين. شوفي الزغبه كي ولات. المهم ما بقاش دار لي البروتين لشعري،
وانا دابا بقى فيا الحال ما باغاش الغامق بحال بغيت نخرج من الغامق. قلت ليه شنو دير لي دابا شنو الحل ما الحل؟ قال لي عرفتي ديري اتلصقي هادو ديال ليميش ماشي شعرك ولكن راه ليميش منها ما تضريش شعرك منها كتحيدي الشهوه ديالك من ليميش. وفعلا لصق لي خصلات شوفوا ديال ليميش قول لي كيفاش جا. المهم اختي بدلت لوك وصافي خرجت من الغامق شويه. شوف المهم انا عجبني قال لي حيدي منه شهوتك وتا شعرك يولي صحي بعد شهرين 3 شهور 4 شهور يحيد منه داك البروتين ويشد صحته شويه ويطوال لك هبط عاد جي بغيت نقول لك خيط ليميش هنا الفوق. قال لي غير صغيبات هنا وصافي هادشي اللي قال لي غنشوفو ما شاء الله. بويا اللوك كي جاني واش زوين واش تغيرت 180 درجة ولا عادي؟ انا كيجيني الشعر القصير والشعر الطويل بجوجهم. شوف ايوا هنايا كما كتشوفوا جينا هنا نتغدينا ما شاء الله. عرفتوا هذا الكباب البوسني واعر 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 البنة انا بحال باركه في الشوايه في المغرب. عرفتوا الشوايات اللي كتجلسوا فيهم في المغرب كتلقاو الكفته بنينه يلا جديده ومقاده ومدسمه عرفتوا واعره دقته واعر الكباب البوسني. انا كنت ضيقه انا في القريه العالميه وعاود جيت هنايا دقته في زوين. المهم سالينا الغداء عاوتاني مشينا نضربوا طلع على الاتات. انا جيت هنايا كناخذ الاتات صافي قلت باغا نهز الكنابي جيت هنايا درت على شحال من محل. شوفوا ما شاء الله هنا هادو كيصاوبوا لكم التفصيل وكيصاوبوا لكم وكاين الجاهز كاين التفصيل كاين الجاهز. شوفوا كاين الالوان الباج في جميع الالوان واللون اللي بغيتي كيقادوه لك. المهم بالنسبه للاسعار فكما صورت لكم النهار الاتات فالاسعار تقريبا متقاربه يعني الكنابي متقارب الاسعار. المهم انا شفت هذا القري عاوتاني تا هو عجبني. انا دابا حرت ما بين هذا القري واحد اللون اخر باج عجبني. شوفوا هذا الباج بارد عاوتاني. المهم بقيت كنقلب نقلب على خاطري ونشوف الشكيلات. شوفوا هذا عاوتاني في القري فاتح. جيت اخر محل هو هذا دخلت عنده حط واحد الكنابي ايوا هذا هو اللي كتاب ماشي هذا الكنابي هذا هو المحل اللي كتاب خديت من عنده شريت من عنده الكنابي. دابا غتشوفهم كيغلفوا ليا فيهم صافي ما كاينش التوصيل اليوم قال لي حتى الغدا ان شاء الله والتوصيل غيكون ويوصلوا مني حتى للدار. المهم راه غلفوه ماما قادوهم شريت ثلاثه جوج في ثلاثه البلايص في بلاصه